هلو، نحن هلا صرنا بوقت واتس كوكينج. شيف ايدي جيب رح يكون معنا ورح يحضر لنا شيء. بده هيك، بده شغل اليوم. واحد بده يكون كثير دقيق بشغله اليوم لتزبط معه. مورنينج شوت. تمام، كله منيح؟ تمام. شو بيها سكين؟ حلو، عجبني. ما انت وقت له قبل اليوم يلي ما رح يعرف يشتغل بايديه ما رح يستفيد. يعني بدها شوية دقة، بدها شوية تكنيك اليوم لواحد يعرف يدبر حاله. صح. والحلو انه عاملين ستروغانوف، بس عاملين انه فينا نستخدم مثل ما بقول، اذا عم تعمل، اذا عندك ريش عم تشويهم بالبيت، عم تعمل لحمه باقي شوي منها ردش عم شيء، فينا نستعملهم انه حيكونوا بقلب العجينه. هلا انا جبت عجينه بقلاوه تنعملهم فيهم. اذا عملنا ريش رح يكون فيه، رح يكون فيه ستروغانوف بقلب، بنوع بوش يعني. صح، بقلب البقلاوة. اوكي اوكي، رح نعملها فرايد، رح نعملها هيك شوي مهضومة، شكلها مهضوم تيحبوها هيك تقبل الأكل أكثر يعني. عرفت؟ ساوندز جود. منيحة. سمال جود. اوكي، رح بلش أول شيء نقلب اللحمة. أنا عندي لحمة، خالط نوعين لحمة اللي هي فيليه العادية وخالط قلت لك ريش. اوكي اوكي. من فوق على الريش يعني العظمه، حد العظمه مش اللحمه تبع الريش. اوكي اوكي. هو الردشي هو يعني رح تكون شويه فيها فات يعني مطعمه يعني تندر رح تكون. حتكون الاثنين، حتكون طعمه شويه فيها طعمه الدهنه. انا بكبهم ما في شيء. حيكون فيها طعمه الدهنه وحيكون فيها اللحمه الطريه هي اللي هي الفيليه. اوكي اوكي. هلا هون بصل، رح نعمل حشوة تبع الستروغانوف، حط بقلبها بصل، هي الأساسها هالأكلة وقت تكون عم تعملها، أساسها سموك بابريكا، البابريكا المدخن، هي البابريكا المدخن هي بتاعت الفليفر تبع اللحمة، أهم شيء فيها. أوكي؟ وعاملين معها شيء كمان اللي هي باز جو دوفو، اذا فينا نشوفها هون. هيدي جو دوفو معموله من الصفر يعني من العظم تبع اللحم، يعني مش حاطين باودر وحاطينها مع مي وهيك طبيعيه. اوكي، كرمال هيك وقت تشوفها بتشوفها هيك، بتشوفها جيلاتين اكيد. بكره شهر نتعلمها يعني، بدها وقت كثير تتحضر. اول بحطك يومين وفيها شغل يعني، بس تعملها مره وبتتركهم تضبط. فينا نفرزها السنه كلها. ايه، فينا نعملها بكيس فاكيوم، عم نحطه بكيس ونفرزها قد ما بدنا، كل ما بدنا نشيل شوي نغير طعمه ال هيدي كليا عم نغير طعمه. على كل حال، موضوع ستوكس يعني المرقه يلي بتنعمل بالبيت، لانه كثير سهل وكثير رخيص تشتريها خالصه من السوبر ماركت بطعم الاكل، بس يلي عنده وقت يحضر ستوك تبعه بالبيت اكيد غير شيء احلى 100 مره. اوكي، بقى حطيت الجينجر هون، الثوم بتركها لاخر شيء. اوكي، لحمه ملح بلاك بيبر هون. قلت لك اهم شيء فيها سموك بابريكا. حط ليكس، شقفه ليكس، ما حكت كثير، ما بدي اقوي الطعمه. عم حط الانجريدينتس، يعني بتبلش من الاشياء بدها تسوى اكثر شيء. للاشياء اللي بيهمني تكون بعدها شوي نيه انا وعم باكل. اوكي، شحن. يعني هلا هون احنا عم نعملها، بس نوضح، عم نعملها بطريقه سريعه. بدنا نخلي اللحمة تستوي، نرجع نحط الليك، بس لأن تعرف إنه ما في وقت. عندي جزر كمان، جزر هون أنا سلقه شوي. أوكي، جزر إذا مثل ما بتشوف، إذا فينا نقرب ليك لون جزرة. أوكي، بتحسها مسلوقة بس ليك لونها كيف بتحافظ. أهم شيء الجزر، بالأحرى الخضرة، من بعد ما ينسلق ما ينسى. اول شيء ما ننسى تويه كثير، اهم هي كثير اساسيه. يعني اول ما نحط السكينه بحسها عم تخرقها،
لو قاسي شوي من النص بعدها بنشيلها دغري للجزرة بنوقف القلب 100%. وشو بنعمل القلب؟ بنحطها بمي مجلدة بتلج، يعني بتلج مع مي، مش تلج على الحل، تلج مع مي. اوكي. تكونها تقدر تفوت لجوا، تقدر تفوت لجوا السبوعة. اوكي كثير مهمة. بنبرد قلبها للخضرة وتبقى بالسين تلج مي، بنشيلهم بنحطهم، بتضل محافظ اول شيء بتحافظ عليهم هيك لونها كيف بيطلع، بتضل الجو تبعولها كثير طيب. وبعدين فينا نصرف فيها مثل بدنا. بهالطريقة كمان فينا نفرزها، إذا عم نعمل كمية فينا نحطها ونفرزها كمان، نحطها بكيس فاكيوم أهم شيء نقطع عنا الهواء لما فت الهواء، ونحطها بالفريزر. أوكي هون بعملهم صغار. كمان بحطهم هون. وراح احط شوية ثوم. شو كمان بعد عنا ما حطينا؟ ذكرني. حطينا جينجر، حطينا ملح بهار، حطينا بصل، حطينا شيء اساسي، شيء اساسي. مشروم حطينا، مشروم حطينا. المرقة متى بدك تحطها؟ المرقة هلا بدي طعم فيها. هلا حلك مرقة رح اعمل منها، رح اعمل وحدة رح احطها معها. وبدي اعمل صوص منها كمان، رح اطلع اعملها منها مع كريم. اوكي اوكي. بابريكا، بعد في بابريكا هي الاساس اللي حطيناها. اوكي لكن انا البابريكا عم دخن هي تعطي طعم الطيب مثل ما بيقولوا. هلا بحس عملتها كلها تغيرت على البابريكا، حتى لونها بتلاقيه غميق وصار هيك احلى. بون رح ناخذ وقفه سريعه ولما نرجع بنشوف وين صرنا بهالستروجانوف السبيسيال. نحن بالوقت اضطرينا نكمل يلي كنا بلش ايدي يشتغل فيه، بس ليك حلوه طلعت. يعني بس لازم ما حضرها كثير استفاد. لجأ لنا انه كان فيها صعوبه، هيدي هي الصعوبه كنت عم بحكي عنها، لانه شفنا تبعنا تبعنا كيف حضر اللحمه، بس هيدي اللحمه من بعد ما طلعت من النار حطها بقلب عجينه البقلاوة مع البيوريه. لفيناها مع بيوريه قليتها 100%. لفيناها اول شيء ربطناها بهالشكل، فينا نقرب عليها بورقه الليكس. اوكي ام اذا عندنا ورقه بصل اخضر حي الله. اوكي اوكي بنحطها شوي مايكرويف بس فتره، بنربطها فيها فرايد بالزيت وبنحطها دقيقتين بالفرن تا من جوا تاخذ الحراره، وهيك بيطلع لنا بيطلع لنا هالشكل. صوص على ريفيزيتد. صوص الجو دو فو اللي حكينا عنه، حطينا لها كريم. مثلا قد ما غليناها بيوتيفول، قد ما غليناها سمكة بهر. هيدي لكن كنا نفرجيكم كيف تشتغل وتقدم مع شوية خضار وسلطة على جنب. أكيد. إيدي ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو إلك. على هالريسيبي. بريك وننتقل لموضوع صحة.